حصاد الجنوب، أهلا بكم. استشهد جندي وأصيب آخرون اليوم السبت إثر هجوم إرهابي استهدف دورية للقوات المسلحة الجنوبية في منطقة وادي عمران بمديرية مودية بمحافظة أبيان. افتتح أركان الحزام الأمني قائد قوات الحزام الأمني عدن العميد جلال الربيعي الوحدة الطبية والتشخيصية الجديدة بمقر قيادة الحزام معسكر الشهيد الشوباجي في مديرية خور مكسر اليوم. وتشمل الوحدة عددا من الأقسام الطبية بينها قسم الطوارئ وقسم المختبر وقسم الصيدلية، حيث ستستقبل الحالات المرضية من الجنود والضباط وتقوم بإجراء الفحوصات الدورية منها فحوصات تعاطي الممنوعات. تفقد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي اليوم السبت سير العمل في عدد من مشاريع الطرق وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا. بن ماضي اطلع على تطورات العمل في المسار الجديد لطريق الدائري وسط من اتجاهي جول شفا والغويزي بطول 4300 متر بتمويل من السلطة المحلية ونسبة إنجاز بلغت 35%. كرم رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد علي القملي اليوم السبت طاقم زورق دوريات خفر السواحل عدن 2602 تقديرا لما قدموه في خدمة الوطن منذ تدشين العمل عليه في 2011 وحتى يومنا هذا، وأهمها مشاركتهم في عملية تحرير وتأمين ميناء مدينة المخا وباب المندب منذ 2016 ومكافحة التهريب بشكل عام وتأمين الممرات الملاحية القريبة من السواحل اليمنية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.